معي عبر الهاتف سيادة العميد عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيدي، أولا تعقيبك على كلمة الرئيس وما ورد فيها سواء عن حرب أكتوبر وذكرى هذه الانتصارات المجيدة أو عن الحقبة الحالية. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله والعربي كله بخير. وحضرتك هو طبعا بخير. اقرار بواقع احنا بنعيشه، اقرار بواقع. كلمه السيد الرئيس بتحيه الابطال بقيه القوات المسلحه والمواطن المصري الذي يتحدى المستحيل ويثبت دائما مبصره الانسان المصري في خلال حرب اكتوبر 73 على صناعه المعجزه اللي هي معجزه العبور، اعتقد ان ده دلاله وتاكيد على ان الجينات المصريه من المقاتل المصري والشعب المصري كلها تؤدي الى هدف واحد الا هو العزه والكرامه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني اثبت دائما وكلمته كانت واضحه ان القوات المسلحه تلك المؤسسه هي التي هي رمز البساله والاقدام والصمود والتحدي. حصن البلد الامن والامان، حاميه مقدرات الشعب، قاطره التنميه اللي فيها علاقه فريده ما بينها وما بين ما بين شعبها وبين جيشها، تؤكد دائما على الامن والاستقرار للوطن. نعم، طيب بالحديث عن الحقبة الحالية، الرئيس تحدث عن فكرة العمل والبناء مكررا كلمة العمل الدؤوب، كان هذا لافتا ثلاث مرات. الرئيس تحدث عن حرصه على بدء عملية البناء رغم ما واجهته مصر على مدار السنوات الماضية من ملف الإرهاب أو غيرها من التحديات، واتخذه منهاجا للعمل رغم أي ظرف رغم أي تحدي. هذه رسالة تحتاج إلى تحليل، يعني كيف تراها؟ أرى أن روح أكتوبر والسلهام روح أكتوبر هي المفصل الرئيسي فيما ذكر السيد الرئيس. كان هناك استحالة لعبور القوات المسلحة من غرب القناة إلى شرق القناة. كل المؤكدات وكل التأكيدات وكل الخبراء الاستراتيجيين والمتعلقين بالعمل العسكري أكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك استحالة لعبور أي شيء من غرب القناة إلى شرق القناة في ظل هذه التحصينات وفي ظل هذه التحديات والموانع التي نفذها العدو الإسرائيلي في هذا التوقيت. فبالتالي إصرار المقاتل المصري وعزيمته على عبور هذا التحدي وتحدي المستحيل وتحقيق النصر، هذا ما نمر به الان. هناك كثير من التحديات ولكن اختلف شكلها. المعركه ما انتهتش. يحاربونا بفكر جديد، بناس ثانيه من ديننا بيحاولوا يعيشوا بهدنا ويدينوا بهدنا. هو ذكرها الرئيس بتوصيف يعني لابد ان نتوقف عنده سياده العميد، هو محاوله اغتيال معنويات الشعب. بالضبط. هو حاول محاوله قتل العلاقه والثقه بين القيادة السياسية والشعب، محاولة إيجاد حالة من الاكتئاب والإحباط بين جنبات الشعب المصري، لأن هو دي الآلية الجديدة للحرب، هي دي المعركة الجديدة فيما يسمى بحروب الجيل الرابع وحروب الوكالة، اللي هي الحرب النفسية، اللي هي يجعلك مشتغلة وتدمري نفسك بنفسك بأدوات أنت من صناعتك. يعني لو بصينا كده لكل التحديات اللي قابلتنا خلال الفترة اللي فاتت ومن بعد يناير وحتى الآن، يناير 2011 وحتى الآن، الثمان سنوات اللي مرت دي في ظل هذه التحديات وانك تحقق هذه المعجزه ويبقى معدلات النمو بتاعتك عاليه والبطاله قضيت على جزء كبير منها ومشروعات قوميه في كل مكان، ده دلاله على انك تتصل محقق هدف وراصد هدف في الجمهوريه الجديده عايز توصل لها بمقاومات جديده. ده التحدي بقى. طب بيتاتى منين؟ من العمل الدؤوب. يمكن السيد الرئيس كرر هذه الكلمه كذا مره وثلاث مرات تحديدا عشان يؤكد على مصداقيه هذا الكلام. تحديات مختلفه ولكن كلها تاتي في سياق واحد الا هو هدم الدوله المصريه من الداخل، تشويه الرموز اللي هي اساسا مرتبطه بما يسمى بالجيل الرابع من فوق. نعم، طيب ربط الماضي بالحاضر، يعني نجد أن الأحداث تختلف لكن الشواهد ربما تكون متقاربة. الرئيس تحدث عن البناء والتنمية بتوصيف أنه معركة، معركة بهدف تغيير الواقع بشكل مستدام والعبور للجمهورية الجديدة. إذن هذا أيضا عبور. بالضبط، هو عبور بالفعل، عبور للجمهورية الجديدة. احنا مرنا في مرحلتنا بثلاث مراحل عبور، 52 من الملكية للجمهورية، ثم بعد ذلك في 73 من النصر، من الهزيمة إلى النصر والعزة والكرامة، ثم في 30 يونيو من محاولات هدم وسرقة الدولة المصرية إلى الحفاظ على ركائزها وبداية عملية الوصول للجمهورية الجديدة، اللي احنا النهارده بندشن أحد معالمها، إزاي إن احنا بنعيد الأمل ونستعيد روح أكتوبر مرة ثانية، ونؤكد دائما أبدا أن هناك تواصل للأجيال، أن هناك نبض في التعامل ما بين القيادة السياسية وبين يعني في شقين معبرين ظهروا النهارده،
الشق الاول كان في الجزء الاول من الندوه التشخيصيه، حينما ادى التحيه السيد الرئيس والساده قاده القوات المسلحه الحاليين الى قادتهم السابقين. دي دلاله على النبل والاعتراف بالجميل والاعتراف بالفضل. ثم بعد ان تقدم السيد الرئيس لالقاء كلمته وقبل ان يلقيها كان هناك لفته انسانيه جميله جدا من السيد الرئيس، حينما استدعى اسر واهالي الابطال لكي يسلم عليهم ويقبل رؤوسهم، دلاله واعترافا بالجميل من سيادته لاسر اسرنا، اسر الابطال، اسر ابناء الشعب المصري اللي فعلا هم اللي تحملوا كل الصعاب، وهم اللي ربوا ابنائنا، وهم اللي قاموا بالدور، اللي هم زوجاتنا وامهاتنا وابائنا، اللي فعلا تكفلوا بانهم يساندونا في محيطنا الاجتماعي عشان نحقق اللي احنا عايزينه ونفضل تماما كل يبقى شغلنا الشاغل هو استرداد الارض والعرض والكرامه واستعاده الارض من براثن الاحتلال اللي كان بيكسم فوق صدورنا كمصريين. لا، هنا كانت هنا صورتين للنبل والاخلاص والاعتراف بالجميل يقدمهم السيد الرئيس القائد على القوات المسلحه، يؤكد ان هناك استمراريه من الوفاء والامتنان ما بين الدوله المصريه وما بين أبنائها على كل العصور وكل الأجيال. هو يعني الرئيس تحدث يعني في هذا الشأن أن يعني من نقوم بتكريمهم سواء من أبطال القوات المسلحة أو أسرهم الذي حرص على يعني استدعائهم للمسرح لتكريمهم بنفسه، هم من بيوت مصرية، هم يعني مواطنين مصريين، ومن هنا ربما تفسير تكرار الرئيس مع كل تحدي أنه يراهن على وعي الإنسان المصري صانع الحضارة، أنه لديه من الصلابة، لديه من الوعي للقضاء على أي محاولة من قوى الشر. احنا النهاردة في معركة وعي، والسيد الرئيس دائما ما يذكرها، المعركة ما انتهتش، استطاعوا بالفكر أنهم يخلقوا عدو جوانا يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا، دي معركة وعينا. عشان كده لازم يكون على إدراك تام بما يحاك لنا من مؤامرات وما يحاك لنا من تحديات وأزمات، لازم يكون على وعي بيهم. الوعي ده فين؟ عندنا احنا اللي بننشئه. طب الدولة بتقوم بدورها؟ الحمد لله بتقوم بدورها. اللي يتبقى ايه؟ يتبقى ان احنا ندرك هذا الكلام ونستمر ونترك دائما ابدا كل ما يحاول ان يشوه فكرنا وجداننا واعمالنا الى انه نحيه جانبا. احنا عندنا ثلاث رسائل بنقدمهم في هذه اللحظه. بص في ورقتك يا مقاتل يا مصري يا مواطن يا مصري، بص في ورقتك وركز في هدفك، انت عايز تحقق هدف ما تخليش حد يسنيك عنه اللي هو الوصول للجمهوريه الجديده. الهدف الثاني والجزء الثاني فكر قبل ما تشير، ما تشيبش نفسك عرضه انك انت تتعرض للمخدرات و و و و وده البس الكمامه بدل ما انت بتلبسها على بقك اليومين دول، البسها على ودانك عشان ما تسمعش الشوائب وتسمعش المنغصات وما تسمعش الفيروسات اللي ممكن تاثر على تفكيرك وتهدم وعيك وتهدم فكرك وتهدم كيانك وروحك المعنويه. دي رساله انا بقدمها لاهلي واخواتي من الشعب المصري عشان ندرك دائما كلنا مع بعض ان احنا مرصودين، احنا مطمع، فبالتالي لازم نكون من الوعي بمكان وندرك حد شكل وشكل وحجم التحديات اللي بتقابلنا عشان نقدر نعبر بالدوله الى ما نصل اليه، معركه العبور الثالث الى الجمهوريه الجديده. طيب، يدعم ذلك الجهود على المستوى الثقافي، يعني نذكر يعني انه شيء كان من الاساسيات خلال هذه الندوه التثقيفيه التي يجب التوقف عندها، هو تدشين مشروع مصري، هذا المشروع الثقافي التوعوي الكبير الذي يشمل كل محافظات مصر، ولعلنا راينا يعني باكوره انتاجه الفيلم التسجيلي القصير مصري. انا شفت هذا الكلام، وطبعا انا بفهم من هذه الفكره الوعي معركه احنا بنعيشها، فلازم تكون هناك مقومات وادوات لمعركه الوعي. الادوات مثل هذه الاليه، الوجود ما طرح النهارده في الندوه التثقيفيه وتدشين هذا المشروع يؤكد ويدلل ان الاداره السياسيه المصريه مدركه تماما لحجم التحديات وتبحث دائما عن الادوات التي تساعد في انجاز المعركه وتحقيق مصر فيها من خلال ما يقدم ضد ما يحاك لنا من مؤامرات وتحديات في اطار معركه المعركه. كان هناك حرص يعني اثناء عرض الفيلم على يعني مشاركه شباب مصريين يعيشون في الخارج وتواجدهم داخل معسكر تعايشي مع جنود القوات المسلحة، يعني هذه رسالة للداخل والخارج أيضا. ما نشوف حضرتك، احنا يمكن الوزيرة سهى جندي كان في ختام هذا الكلام مع القوات المسلحة
مع عناصر مختلفة منها عشان تأكد وتدلل دائما ان في ربط ما بين المصري في الداخل والمصري في الخارج. المصري بالمناسبة مسؤوليته الأمنية على عكس الدولة المصرية، سواء كان داخل او خارج الدولة المصرية، فانا يحمل لواء على الدولة المصرية ويحمل بطاقته او هويته من الدولة المصرية. فبالتالي مسؤوليتنا وعيهم كانوا بره او جوه، فلازم يدركوا حقيقة الامور ويدركوا مصر فين وادواتها ايه والتحديات اللي بتقابلها شكلها ايه، عشان نسعى جاهدين متكتفين لضغط هذه التحرشات ونقف صف واحدا ضد كل ما يحاك لنا من مؤامرات واحباطات. الشكل العام في هذا السياق اعتقد يدلل ويؤكد على حرص القياده السياسيه على تدشين هذه المشروعات والتواجد بحرص وعنايه، واشرف ان انا اعتقد ان كان في هذه الفكره يعني طرحت وكنا موجودين، لان لكي نؤكد وندل على ان مصر كلها تواصل وامتداد طبيعي في هذا السياق. طيب بالعودة سيادة العميد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث أيضا عن حرب أكتوبر أنها كانت نموذجا للتضامن العربي، إلى أي مدى نحن في أشد الاحتياج إلى استدعاء هذه الروح لاستمرار عملية التضامن العربي، خاصة مع ما يطرأ على العالم من تحديات لم تعد فقط سياسية وإنما اقتصادية أيضا؟ مصر هي حجر الزاوية ورمانة الميزان للأمة العربية، وبالتالي حاضنة دائما للأمة العربية، هي القاعدة الرئيسية لاجتذاب الأمة العربية. عشان كده أنا بأكد وأدلل أن مصر دائما ما تحافظ على التضامن العربي وترسي أركانه. كل ما يمرق وكل ما يذهب وكل ما يبتعد من دول أو من دول شقيقة وصديقة، احنا كلنا لازم نحتويها ونرجعها للحاضنة العربية مرة ثانية أو للحاضنة العربية مرة ثانية، عشان كلنا في إطار التضامن. إن كان مسي لو جسي ده في 73 وكان دي أبلغ الأثر في مجابهة التحديات اللي كانت قبل المعركة، النهارده لازم نكون على في تضامن، لان احنا مستهدفين، ولو لم نكن على قلب رجل واحد وكلنا مدركين لحقيقه الامور، لا اكيد يستغل هذا الوهم والضعف ويبقى ضد الامم العربيه كلها وليس الدول المصريه فقط، وبالتالي نضيع في طراسم المخططات التي كانت تنتوي التقسيم وكانت تنتوي هدم الدول من الداخل، ويمكن تحقق جزء منها وكلنا شهود عيان على هذا الكلام. فاحنا لو لم نكن على قلب رجل واحد ونتضامن كلنا كدول عربيه، وحرص القياده السياسيه على ذلك بيؤكد مره تلو المره وفي كل المحافل الدوليه والمحافل الاقليميه وكل التحركات السياسيه اللي بتقدمها الدبلوماسيه، سواء من خلال دبلوماسيه الرئاسه او الدبلوماسيه الحقيقيه او الدبلوماسيه الخارجيه او دبلوماسيه المؤتمرات او الدبلوماسيه الامنيه بصفه عامه، اعتقد ان احنا كلنا بنتكاتف ونتجاهد لتحقيق التضامن العربي اللي كان مثال ليه وحقيقه وظهر جليا فيها حرب اكتوبر 73، حينما امتنع البترول العربي عن الخارج وسبب خسائر كثيره جدا اضعفتهم. ما اشبه الليله بالبارحه، العالم كله انهان في ازمه طاقه وازمه غذاء، الحمد لله الدول العربيه تتمتع بهذين العنصرين في هذه الفتره، وده يؤكد ويدل على ان الحمد لله احنا في رعايه الله، طالما احنا في معيه الله التضامن العربي مطلوب دلوقتي كي نكون لنا القوه ولنا الغلبه، ويجب ان نقتدي بدول تقدمت. الاتحاد الاوروبي مجموعه شرازم كانوا مختلفين في كل شيء، اتحدوا اصبحوا لهم كيان واصبحت القوه الرابعه على مستوى العالم، احنا في اطار القوى الشامله. يعني احنا ليه كدول عربيه لا نتضامن، خصوصا ان احنا نتفق في مبدا الهويه والهدف والديانه والجوار الجغرافي والروح والعادات والتقاليد والاعراف، يعني مقومات كثيره جدا تؤكد وتدل على ان احنا لحمه واحده وكيان واحد. لو لم نتحد الان، متى نتحد؟ حان الوقت وآن الاوان لكي نكون جميعا على قلب رجل واحد، لكي نصدر للعالم قيمه وقدر المواطن العربي ومن داخله المواطن المصري. أشكرك سيادة العميد عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.